هنالك نوعين من الأضرار ترتبت على غلق الميناء، أضرار معنوية وأضرار مادية. الأضرار المعنوية هي فقدان الموانئ العراقية سمعتها دولياً، بالإضافة إلى وضعها المحرج في المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية البحرية، كون الموانئ العراقية غير مسيطر عليها يعتبر أمنياً وبالإمكان أي أحد يتدخل في إغلاقه، وبالتالي هذا يبعث رسائل سلبية، وكذلك يرفع من مستوى التأمين البحري سواء على البواخر أو على البضائع القادمة للموانئ العراقية، وبالتالي سيرفع من أجور النقل كذلك. ناهيك عن الخسائر التي حصلت، الخسائر المادية بسبب توقف عمل الموانئ، لأن اليوم الموانئ توفر عائد مالي سواء المتحقق للموانئ نفسها أو الأجور والرسوم الجمركية والضريبية وغيرها من الرسوم المترتبة. أكيد هذا كله سيترك أثر سلبي على السوق العراقي وخصوصا على أهالي مقصر، إذا عرفنا أنه أهالي مقصر بنسبة 90% يعتمدون على عمل الموانئ، هنالك وظائف مباشرة كموظفين في الميناء ووظائف غير مباشرة لتقديم الخدمات للسائقين وللشركات العاملة في الموانئ العراقية. بالفعل حدثت عندنا مغادرة بعض البواخر، واليوم أبلغني مدير ميناء أم قصر الشمالي بأن إحدى البواخر، بواخر الحاويات الراسية في رصيف 20، طلبوا مغادرة الباخرة بحمولتها كاملة للتوجه إلى ميناء الدوحة في قطر، ولأنه بصراحة هذه البواخر ملتزمة بتوقيتات ولديها التزامات مع خطوط ملاحية أخرى، وهذا إذا استمر معناها أنه البواخر سيتم تعطيلها بشكل كامل.